بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن شخصية إسلامية من أمريكا، وتكلمنا عن شخصية إسلامية من الفلبين، وتكلمنا عن شخصية إسلامية من صعيد مصر من الفلاحين. وكل ما تتقدموا معانا في هذا البرنامج حتلاقي شخصيات إسلامية ما تتخيلها من دول وجنسيات مختلفة. وبطل قصتنا اليوم مغربي الأصل، ولد في الشام ومات ودفن في مصر. هاجرت عائلته من المغرب إلى الشام وتولد في دمشق وتربى تربية عادية جدا زي وزي بقية الأطفال. يعني ما تقول إنه بدأ في حفظ القرآن وحفظ الحديث من بدري وطلب العلم وهو صغير، لا لا لا، تربية عادية جدا. يعني ببساطة زي ما إحنا بنربي عيالنا اليوم، أكل شرب نوم مدرسة عادية إلى آخره، الوضع الطبيعي جدا. بدأ في طلب العلم متأخر، صحيح انه ما زال شاب لكن مو زي الطفل اللي بدأ في طلب العلم وهو صغير من نعومة اظفاره. بدأ في مجالسة العلماء وبدأ يوصل الى مناصب جدا عظيمة الين اصبح امام الجامع الاموي في دمشق. اللي يقرأ في التاريخ جيدا يعرف انه هذا المنصب هو اعلى منصب ممكن يوصل الانسان في الشام كلها في ذاك الزمان. هذيك الأيام أمير دمشق كان اسمه الصالح إسماعيل، وبدأ للأسف الشديد في موالاة الصليبيين، يعني سمح لهم يدخلوا دمشق عشان يشتروا السلاح والأكل والشرب والنوم ويتعايشوا. ما في مشكلة في هذا كله، لكن مشكلة السلاح مشكلة كبيرة. ليش؟ لأنه ممكن يستخدموه ضد المسلمين. لو ما كان داخل الشام ممكن خارج الشام. لكن بطل قصتنا اليوم إمام الجامع الأموي الشيخ العز بن عبد السلام ما سمح بهذا الأمر. لما شاف الصليبيين يمتلكوا السلاح داخل دمشق ويتزودوا بالسلاح داخل دمشق، خطب في المسلمين خطبة في الجامع الأموي وأفتى بحرمة بيع السلاح للصليبيين. وبعد ما انتهى من خطبته قال: اللهم أبرم أمر رشد لهذه الأمة يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ونزل من الخطبة بدون ما يدعو للسلطان الصالح إسماعيل والي دمشق. في هذه الحالة الوالي اعتبر الإمام العز بن عبد السلام خرج عن طاعته، يعني اعتبر أنه هو عصا، قام سجنه. سجن الإمام في خيمة جنب خيمته، وفي الليل كان الوالي سهران مع بعض الصليبيين فسمعوا الشيخ آخر الليل بيقرأ القرآن. الإمام العز بن عبد السلام في هذه اللحظة كان يقوم الليل ويقرأ القرآن، وصوته وصل إلى خيمة السلطان. الصليبيين لما سمعوا صوت الإمام وهو يقرأ القرآن استغربوا، يعني صاروا يطالعوا في الوالي بشيء من الغرابة، ما تكلموا لكن النظرات لها يعني حدة. السلطان في هذه الحالة بدأ يضحك ضحكة الإنسان المحرج، يعني حس إنه هو محتقر في هذا الموقف. فإيش قال لهم؟ بدأ يرقعها، يعني إني أنا سويت كده عشانكم. قال للصليبيين: ترى أنا سجنت الإمام هذا عشانكم، هذا الإمام اللي أنتم سامعين صوته أنا سجنته عشانكم. قاموا الصليبيين قالوا للسلطان: لو كان هذا الإمام قسيس عندنا كان غسلنا رجوله بيديننا وشربنا الموية اللي تقطر من رجوله. بعد ما خرج من السجن هاجر إلى مصر واستقبلوا السلطان نجم الدين أيوب وجعلوا إمام جامع عمرو بن العاص في القاهرة. بعد ما استقر في القاهرة فترة جاله خبر إنه في حانة لبيع الخمور في وسط القاهرة. طبعا لما جاء الخبر ما راح خرج على الوالي ولا سوى مصيبة ولا فجر، لا 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 لا، رقم واحد: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أول شيء سواه أتأكد من الخبر. لما تيقن تماما أنه فعلا في حانة لبيع الخمور في مصر راح إلى السلطان نجم الدين أيوب، وكان يوم عيد، فوجد السلطان خارج وهو يعني في أبه موكب عساكر وزراء أمراء وهو لابس أحسن لبس إلى آخره. فخرج عليه قدام الناس كلها وقال له: يا أيوب. ما قال له يا والي يا أيها السلطان، لا لا لا، باسمه المجرد: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ إيش حجتك عند الله إذا قال لك إنه أنا أعطيتك الملك كيف تبيح الخمور؟ السلطان نجم الدين أيوب ما كان يعرف عن هذا الموضوع، ما يعرف إنه الخمور بتباع في القاهرة. فسأل الإمام: من جد؟ هل فعلا حصل هذا الأمر؟ فالإمام قال: نعم. قام قال له: هذا مو مني، سامحني، هذا من أيام السلطان أبويا اللي قبلي، أبويا يعني هو اللي سوى هذا الأمر. وبدأ يعني يتردد وحاول إنه هو يلاقي إجابة، لكن على مين؟ الإمام العز بن عبد السلام في هذه الحالة قال للسلطان نجم الدين أيوب: أأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ أنت من الناس اللي يقولوا إنه إحنا بنقلد آباءنا وكذا؟ في هذه الحالة السلطان نجم الدين الأيوب أمر بإغلاق هذه الحانة فورا، الآن تتقفل. وبالفعل تقفلت، ورجع الإمام العز بن عبد السلام إلى تلاميذه مبسوط سعيد،
طب ليش كان مبسوط؟ هل عشان أحرج السلطان أمام الناس؟ هل كان مبسوط عشان والله أنا اللي سويته، أنا اللي فعلته، أنا اللي أحرجت السلطان؟ أبداً، كان فرحان وسعيد ومبسوط عشان لسه في الأمة خير، عشان السلطان لسه فيه خير. أكبر دليل على هذا الكلام إنه بعد هذا الموقف مباشرة جاء واحد من تلاميذ الإمام، جاء سأل الإمام، قال له يا إمام كيف استطعت تسوي كده؟ كيف استطعت توقف أمام السلطان وتناديه باسمه المجرد؟ فرد الإمام على الطالب وقال له شفته في هذه الأبهة، شفته في هذه الزينة، شفت الناس تبجله، فحبيت إني أهينه عشان لا تؤذي نفسه. كان خايف على السلطان من نفسه إنها تكبر فتشوف نفسها فيغتر فيعجب بنفسه فيهلك نفسه في الآخر. في هذه اللحظة الطالب قال للعز بن عبد السلام طب يا إمام ما خفت؟ ما خفت إن السلطان يسوي لك شيء؟ فرد الإمام على الطالب والله يا بني إني كلما استحضرت هيبة الله تعالى أصبح السلطان أمامي كالقط. بعدها بفترة استلم مقاليد حكم مصر سيف الدين قطز، فراح إلى الإمام العز بن عبد السلام عشان ياخذ منه فتوى. قال للإمام يا إمام نبغى نجهز جيش عشان نقاتل التتار بس ما في فلوس، فياريت تكلم الشعب يتبرعوا ويتصدقوا عشان يجهز هذا الجيش. لكن الإمام رفض. ليش رفض الإمام العز بن عبد السلام إنه يعطي هذه الفتوى لسيف الدين قطز اللي هو يعتبر إمام صالح؟ العز بن عبد السلام قال لسيف الدين قطز قبل لا أبدأ أنا أفتي، قبل لا أنا أكلم الشعب، قبل لا نكلم عامة الناس، أول شيء أنت روح إلى الأمراء والوزراء وأجمع اللي عندهم كله، أي شيء زايد عندهم خده، اللي عنده قصر زايد، اللي عنده فلوس زايدة، اللي عنده زكاة مال ما دفعها، اللي حرمته عندها مجوهرات وذهب وفضة وأحجار كريمة وإلى آخره. أول شيء أبدأ بالرأس الكبير، أمراء وزراء، أجمع الأموال الزايدة اللي عندهم كلها وبعدين تعال عندي عشان أنا أعطيك الفتوى وأبدأ أتكلم مع الناس ويتصدقوا ويتبرعوا وإلى آخره. وبالفعل سيف الدين قطز راح إلى الأمراء والوزراء وصار يجمع من عندهم وياخذ من عندهم، اللي عنده زايد، اللي ما دفع زكاة، اللي أخذ كل الشيء الزايد، يعني ترك لهم الشيء اللي هم يعيشوا به، ما ضيق عليهم. عارفين إيش اللي حصل بعدها يا جماعة؟ سيف الدين قطز استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى إنه يجهز هذا الجيش بدون ما يرجع إلى أموال الشعب، فقط بالأموال اللي أخذها من الأمراء والوزراء. مو بس كده، زادت الأموال، يعني سيف الدين قطز جهز الجيش وزادت الأموال عن الحاجة. بعد ما تم تجهيز الجيش بالكامل خرج الإمام العز بن عبد السلام وخطب في الناس خطبة وصار يستحثهم على الجهاد ويذكر لهم فرض الجهاد وإلى آخره. لكن يا جماعة لسان الحال أصدق من لسان المقال. إيش الفائدة أني أنا أخرج على الناس أقول لهم فضل الجهاد وأنا قاعد مكاني؟ لا لا لا، ما ينفع يا حبيبي، أنت أول واحد تقوم. العز بن عبد السلام استحث الناس وراح جاهد بنفسه، خرج هذا الجيش الإسلامي العظيم لقتال التتار في معركة عين جالوت المعروفة وانتصروا المسلمين، ورجع بعدها الإمام العز بن عبد السلام عشان يقضي بقية عمره في حاجتين: الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. قضى بقية عمره في هذه الحاجتين ألين بلغ عمره 83 سنة وتوفى رحمه الله، وبكي عليه أهل مصر بكاء شديد جدا، أتوقعوا إنه خلاص ما بعده أحد، انتهى الفيلم. لأنه بصراحة يا جماعة كان أعظم عالم في ذاك الزمان. أتوفى عام 660 هجري، 661 هجري، يعني بعد وفاته بسنة واحدة فقط ولد الإمام أحمد ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام. انتهت قصة اليوم، لكن خليني أسألكم سؤال: إيش استفدتم من القصة؟ يا جماعة ترى مو الهدف من القصص إننا إحنا نستمتع ونجلس، يعني ناخد بس مجرد وقت كده نقضي وقت ونتسلى، لا لا لا. الله عز وجل يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصص الهدف منها العظة والعبرة. خليني أعطيكم بعض الفوائد من هذه القصة البسيطة اللي أخذناها يمكن في دقائق. رقم واحد: حتى لو تأخرت عن طلب العلم لا تتراجع. مو بس طلب العلم، أي حاجة أنت حاسس أنك تأخرت عليها، حفظ القرآن، طلب علم، رياضة، دايت، حمية، اللي يكون، أي حاجة أبدأ فيها. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. رقم اثنين: لا تخشى إلا الله، لا تهاب إلا الله، أعطي كل واحد حقه، مو مشكلة، هاب من أبوك، هاب من أمك، هاب من وليك، هاب من أي أحد على قد ما يستحق، لكن الهيبة المطلقة لا تكون إلا لله. رقم ثلاثة: عليك بالصدق دائما حتى لو على نفسك. العز بن عبد السلام قال الصدق حتى لو أنه يجي على نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عليك بالصدق وإن قتلك، لو الصدق حيتسبب في قتلك قول الصدق. ولو حبيتوا يا جماعة تطلعوا بفوائد أكثر من اللي أنا قلته حتلاقوا في هذه القصة فوائد أخرى.
لا تنسوا تتابعونا بكرة عشان تعرفوا قصة جديدة من عظماء أمة الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.